سعيد باش يكون الفيلم صمت الفراشات يشرف المغرب ويشرف السينما المغربيه في مهرجان الاسكندريه، وحصل على جوج ديال الجوائز، جائزه احسن عمل الاول وجائزه كذلك تشخيص نسائي اللي حصلت عليه الزوجه ديال سعيد العبدي. فرح جدا ان يكون هذا الاقبال كذلك من عند الجمهور على الفيلم، اللي نتمنى ما تكونش عنده فقط الاهتمام بالافلام الكوميديه فقط، بل الاهتمام كذلك بالافلام الذي على اللي تشتغل على التركيبات الشخصيه وتشتغل على العمق. اتمنى بخالص يعني من اعماق القلب ديالي ان هذا الفيلم يحقق اقبال كبير عن الجمهور، وخاصه وانها الموضوع المواضيع التي يتناولها ترتبط بالواقع وبيقع الواقع اليومي وتنتمي الى المدرسه الايطاليه نيوراليزم ايطاليا. دائما في هذا النسق كنقول للجمهور جيو تشوفوا هذا الفيلم، قربوا منه، قربوا منا، قربوا من العوالم ديالنا، فما غاديش تخيب لكم الظن ديالكم. بالنسبة ليا هذا الفيلم سعيد العبدي وسي حافظ العبدي كاع الممثلين باش نشوف نستقبل معاهم. التسامح ديالك انت شفتي ديجا الفيلم ولا أول مرة؟ واش تشوف ديجا هما خدوا واحد التدريب في اسكندرية وجدة؟ غتكون خدمة مزيانة إن شاء الله. فراشات هو فيلم من إخراج حميد السيف، البطولة واحد مجموعة ديال الممثلين اللي فاردين ولا خصهم في الساحة الفنية. هذا الفيلم الذكر أنه عاد خدا جوج الجوائز في مهرجان الإسكندرية، الجائزة الأولى لحميد السيف وجائزة أحسن ممثلة مع ولولة في الروح وسعيدة بعدي. مشاركتي في هذا الفيلم هي مشاركة واخا دور ثانوي، لأن النساء كلهم في الفيلم أدوارهم ثانوية، ولكن كلهم لي بيرسوناج كان عندهم الوفاء ديالهم، كان عندهم القيمة ديالهم، وسيتي ونيتي ديريجي باغ أن رياليزاتور على أوتور، والحمد لله داز الصور في أجواء مزيانة وكنتمنى الفيلم يعجبك. ما قبل الاول الفراشات كان الجمهور كنتمنى انكم تجيو تحسوا القاعه السينمائيه تحكموا على الفيلم، ماشي تحكموا، تدوزوا لحظات ممتعه في الفيلم، بالرغم انه فيلم بوليسي فيلم كيتحدث على مواضيع اللي كنتمنى في المجتمع ديالنا، العنف ضد المراه، التحرش بالاطفال، جرائم القتل، ولكن هذا كله في اطار واحد الفيلم بوليسي بشكل جديد اللي غيشوفوا الناس فيلم مغربي بونورم انترناسيونال. مرحبا بالكتاب، مرحبا بالنقاد السينمائيين، مرحبا بكل ما له علاقه لجريدة الاعلام، الصحافه المكتوبه المطوعه والمرئيه ايضا، مرحبا بكم جميعا باش تشاهدوا الفيلم ديال العرض باقي الاول، الفيلم ديال صمت الفراشات لمخرج حميد باسكال. ما تنساش عليكم، تشوفوا الفيلم. سنوفونتات لو ديستاريك وعميد شيبير ايطاليان. Questo film, il fatto al giallo italiano, un meschio diciamo dal pulisotto con la thriller psicologico con un film di mistero. Ayam qabel ma tmout mratk, ma kuntish katbat fi ddar. Bghit ghir shi nhar wahed nriah fih ana wiyak bohedna. Ma bqaش bghi nعيش معاك حيت ما كتحسيش بيا. Tu me poses qu'à toi. Tarek Hassan. Ana dfnt ala asas man tahram nta daba jay katqoul ya mqtoula. عمر كنعرفو مزيان، ما يمكنش يقتل. كل واحد فينا هز حمل ثقيل، إلا خلاه فوق ظهرو يا عمر ما قالك والو. طلق من
انا ما مستاهلش. ماما صوفيا مرة أخرى عمر قلتي مصممين ديال لافيش ديال الفيلم صمتو فراشات المخرج سكوت هو الفيلم كما شاهدنا كان فيلم رائع جدا اللي كيطرق بزاف ديال القضية الاجتماعية بواحد الكادر دراماتيكية اللي قليلين عند المخرجين ضربة كنلقاوها غير عند السي حميد باسكيت في الصراحة من خلال لافيش كما كتشوف حاولنا أن نجسدوا القصة داك لافيش ونعطيوها طابع ديال طابع ديال الفيلم وموعدنا إن شاء الله نهار 17 أكتوبر بقاعة السينمائية ندعوكم للحضور وفيلم رائع وكندعوكم للمشاهدة تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.